هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. تحية لكل اللي بتابعونا وين ما كنتوا عم بتابعونا. طبعاً بهاي المرحلة الدقيقة اللي عم نمر فيها أكيد بسبب جائحة كورونا وبسبب تشديد الإجراءات علينا من إغلاقات لبعض القطاعات وزيادة يعني ساعات الحجر بالبيت، بلشت الناس أكيد تشكي من عدم القدرة على التحكم بالشهية، وأنا أولهم وكلنا بنتفق إنه الأكل هو الوسيلة الوحيدة صار حالياً للتسلية بالبيت مع الأفلام والقصص. هاي بتحس حالك يعني كثير ماكل خلال النهار، خصوصاً إنه يعني الحجر بلش من الساعة أو بلش من الساعة 7. طبعاً بدي أحكي شغلة من الآثار أيضاً الجانبية لإغلاق النوادي الرياضية، هذا كله بسبب إغلاق النوادي الرياضية بسبب زيادة ساعات الحضر زي ما حكيت قبل شوي. وأكيد من البداية وحتى نلحق حالنا، معانا الآن أخصائية التغذية العلاجية المهندس شهاد ياسين لتحكي لنا أكثر وتساعدنا كيف ممكن نقدر نحافظ على وزننا خلال هاي الفترة. باش مهندسي الله يسعد صباحك، كيف حالك؟ صباح الفل يا أسامة، وصباح جميع المستمعين والمشاهدين جميعاً. الله يسعدك، يعني بداية بنرحب معك أو بنرحب فيك أكيد معنا ببرنامج جوك، وبدي أسأل سؤال بالبداية، هذا السؤال اللي كل بسأله، شو العلاقة ما بين القعدة بالبيت وانفتاح الشهية بطريقة غريبة زي ما عم حاليا 90% منا حاسس 90% منا زاد وزننا؟ أنا عم بحكي عني شخصيا، أنا كان وزني 93، حاليا عم بحكي عن 118 كيلو تقريبا، فيعني إلك تتخيلي قدي تنقصيهم، إلك يعني تتخيلي قدي أنا زايد وزني. شو السر؟ ليه هيك عم بصير مع الناس؟ ليه الناس صارت شهيتها مفتوحة بزيادة دائما على الأكل؟ هي فيش إشي علميا مثبت او بقول لك فسيولوجيا، يعني انه جسمي انا بيحتاج كميه سعرات حراريه زياده او اكل زياده، سواء تغير الفصول سواء تغير الظروف الحياتيه. جسمك هو جسمك، سواء بالظروف السعيده او الظروف لا سمح الله فيها شويه نوع من الستريس، ما بتزيد انا احتياجاتنا. كل الموضوع منتلي، يعني بصير انا بدي ازيد الهرمونات تبعت السعاده عندي عشان يعني اعوض نوع من اتفشش، يعني بالعربي اتفشش فعليا. فاما انا لما بدي اجي افكر فيها علميا او جسميا، انا والله عشان متضايق لازم اكل، لا جسمك ما بيحتاج الاكل على فكره، او عشان بردان مثلا بصير يبرر. كل هذه مبررات غير حقيقيه بس لحتى اعوض مراكز المكافاه الموجوده عندي بدماغ بالطعام. فهي المشكله الكبرى. كمان المشكله الاكبر من هذولا انه المناطق اللي بتعزز اماكن السعاده بالدماغ هي مين للكربوهيدرات، لين نشتهي حلويات، نشتهي بوظه وشوكولاته، فبتصفي السهره مليئه بالسعرات الحراريه اللي بتزيد الوزن. هاي المشكله 100%. هاي المشكله يعني شو اهم حلولها؟ بهذا اللي بدنا نعرفه، كيف انا ممكن اسيطر على الكريفنج، على الشهيه، على الانفتاح. انت زي ما حكيتي، كيف انا بدي الاقي مصدر ثاني للسعاده او لفشه الغل غير الاكل هاي الايام؟ هلا الطريقة الأولى إني ألاقي أي شيء بيسعدني فعلا وبيعطيني هالشعور بالراحة النفسية والسعادة غير الأكل. يعني في كتير أشياء ممكن فعلا إنه تحمس الدماغ على وتخلي أماكن الريورد أو المكافأة متحفزة عندي غير عن الأكل، مثل أعمل أي هواية أنا بحبها. مثلا أنا بحب الرسم، أبدع بالرسم، أنا بحب أعمل التركيبة هاي البازل، اي شيء ممكن يلهيني اعمل اي اكتيفيتي وتطلع معي بالاخر نتيجه. هاي النتيجه بتحفز شو؟ هاي الاماكن اللي حكينا عليها بالاول، مثل تناولي للاكل. لكن الاكل رح يضرني، بينما اني انا عم بعمل بازل، عم بعمل اشغال يدويه، عم بلعب رياضه، بفتح على اليوتيوب بلعب اي تمرين رياضي، هذا كلياته بحفز المكافاه. هاي من جهه انه اذا عم نحكي على اشياء سلوكيه. لكن اذا بدنا نحكي على اشياء غذائيه، طب في اكل فعلا بخفف الكريفنجز مثل ما سالتني؟ نعم، يعني اذا انا كنت ذكي كفايه باختيار الاغذيه اللي بتخليني انا شبعان طول النهار، ابلش بوجبه فطور محترمه، مش بس امشي حالي بفنجان قهوه وشويه شوكولاته او تمر او بسكوت، لا اكل شيء بروتين مثلا الصبح، افطر بيض، اعطي شويه مجهود لحالي، بيض جبنه، اعمل لي سندويشه لبنه، شيء فيه بروتين، هذا بخليني يضل سكر الدم عندي مستقر، فبالتالي ما راح افرط على السهره واصير اكل من هون ومن هون وتزيد كميه السكريات اللي عم بتناولها.
100%. أنا أرجع شوي معك يعني شاهد لموضوع الفطور. أنا حاب برضو كمان نحكي للمشاهدين عم بتابعونا عن أهمية الفطور. كثير ناس بتهمل وجبة الفطور، كثير ناس فطورها عبارة بس عن نسكافيه وعشر سجائر على الصبح، بيقول لك عشان أعرف أستوعب أنا وين الله حاططني، ولكن بهملوا يعني وجبة الفطور. عندنا كثير إهمال لوجبة الفطور. بدنا نعرف بس بشكل سريع، شو برأيك أهمية وجبة الفطور بالنسبة للجسم؟ هلا انا عم بتبسم لانه فعليا انا عم بشرب كاسه نسكافيه الصبح وما عم بفطر، وعم بقول للجماعه عندي نفس الشيء. الفكره انه التوقيت تبع الفطور مش شيء الزامي، يعني زمان كنا عم نسمع افطر بكير اول ما تصحى الصبح لازم على طول تصحى حالك بالفطور، مرات الواحد بيكون جاع باله عن جد. فعلميا الحمد لله اثبتت هذا الموضوع انك انت مش بحاجه انك تغصب حالك انه تو فورس ايتينج، يعني انك تغصب حالك تاكل وجبه بوقت انت مش جوعان فيه، وهذا الشيء عم يترتب عليه زياده بالوزن اكثر وارتفاع بانسولين الدم. لا، الاحسن انا اكل بالوقت اللي عن جد جسمي عم يطلب الطعام. يعني المثل بيقول لك listen to your body، انا والله بصحى مش جوعان، خليك يا عمي ما تاكل، اشرب قهوتك بس ما تدخن، وبعدين على الساعه مثلا 11 12 بلش بوجبتك الاولى اللي هي هون المهمه، الوجبه الاولى اللي بتدخل على الجسم اللي هي اهميه وجبه الفطور، هذا اللي احنا بنقصد فيه كاخصائيين تغذيه. اول وجبه بتدخل على جسمك لازم تكون مليانه بالبروتين، مليانه بالالياف، واذا فيك كمان تدخل لها خضار او فواكه كمان بكون كتير منيح. فالفكره مش بتوقيتها لكن بنوعيه اول وجبه بتدخل على الجسم. طيب خلينا نحكي شوي عن نوعيات الاكل. احنا بنحكي عن ساعات طويله هلا بالقعده، بنعرف الظرف الوبائي وبنعرف القوانين اللي انفرضت علينا، والكل عم بلش يقعد بالدار، يعني ايش ممكن ناكل؟ هون السؤال، اذا احنا عم نقعد ساعات طويله، اقل شيء في عندنا يعني بجوز اقل واحد بينام بجوز على الساعه 12 11، لا في ناس نعم بتنام بدري، ولكن النوم ممكن يكون يعني بعد الساعة 7 بخمس أربع ساعات، هدول ساعات مهمة بحسهم، يعني خلال أربع ساعات هاي ممكن تتعشى، ممكن كمان مرة تتعشى، ممكن كمان ثالث مرة تتعشى وتاكل شيبس، ويعني ممكن تطلع مليون اختراع تقدر تاكله. شو ممكن ناكل؟ هون السؤال. أهم شغلة ما تروح على السوبر ماركت تعبي الخزانة شوكولاتة وشيبس، لأنه إذا مش موجود عندك أنت ما رح تطلع بالليل تروح تشتريهم. فهي نقطة إيجابية على فكرة، الحجر أجانا أو الحظر بفترة المساء أجا إشي إيجابي للناس حابة تخفف وزنها، الدكان مسكرة وأنت أصلا ما عندك شوكولاتة وشيبس، خلص ما في، فيش عندك غير الأغراض أنت حاططها بالثلاجة. لازم تكون على وعي ودراية أنه أنا لما بدي أشتري أغراض بدي أجيب خضرة، أعمل بوشار، كستنة، بطاطا حلوة، شرايح جزر، كل هاي القصص بتعطي إحساس بالشبع، بتزيد السيروتونين اللي هو الناقل العصبي، بزيد إحساس السعادة، بتخفف الكريفينز أو اشتهاء للسكر. نفس الوقت أنا عم بنقرش أشياء بالسهرة حاسس إني أنا مستمتع فيها. فالفكرة فيه أنا شو بحط عندي بالبيت أنا اللي رح أكله. أما والله أنا أحط قدامي شيبس أقول لا ما رح أكله، مستحيل، ما حدا بيقدر إنه يسيطر على الكريفينز تبعته إذا الشغلة قدامه، فأنا ما أشتريها من الأساس. طيب السؤال، ليه لما تفتح الشهية مع الواحد صعب انه الواحد يرجع يسيطر زي ما صاير معي انا شخصيا؟ يعني انا قعدت سنتين مسيطر على وزني، اموري تمام سنتين، يعني مش وقت قليل مسيطر، وعم باكل اكل بطريقه معقوله، ما عم بحرب حالي، خلص معدتي صغرت، فجاه بحس حالي غمض عين فتح عين لقيت في عندي 25 كيلو زايدهم بسرعه، حاليا مش قادر اسيطر على اني ما اكل، مش قادر اسيطر على اني ما اتعشى. شو يعني شو السبب؟ ليه انا فجاه الواحد تفتح شهيته وبفقد السيطره؟ هون فقدان السيطره، هذا شو سبب فقدان السيطره برايك؟ معقول يكون عامل نفسي؟ انت حكيت شغله، لا مش نفسي، الشغله جسمانيه حقيقيه، حكيت شغله سيناريو عم بيصير مع اغلب الناس اللي بيقول لك يا عمي مش عارف اطلع من هالدار المغلقه، بنسميها احنا فيشس سايكل، يعني انت بتاكل قطعه سكر او بتاكل إشي غلط، هاي الشغله فشت لك قلبك لساعه زمان، لكن بعد الساعه رح تطلب كميه اعلى منها، وبعديها حتطلب اعلى. فهي هاي الفكره بالاطعمه المليئه بالسكر والمليئه بالدهون او المواد الحافظه بتلعب بالنواقل العصبيه الموجوده بالدماغ. يعني الموضوع مش بس والله نفسيا انه انا بس تعودت او كسل مني، لا، جسمك عن جد ببلش يطلب هاي الماده الغذائيه اكثر واكثر، كانه الانسان لا سمح الله مدمن. فهي بتلعب فعلا على الاماكن اللي بيلعب فيها الكوكايين مثلا، السكر لهالدرجه باورفول. فانت فعليا يعني بتحتاج 21 يوم اقطع السكر، 21 يوم، على اليوم 22 انت ما رح تضطر انك تحط مجهود حتى يكون قطعك للسكر جزء من روتينك اليومي. فهي بس بدها انه طريقه تفكير معينه، انا خلص بدي احط كالندر قدامك، مره اليوم الاول حط صح، اليوم الثاني صح، لما توصل 21، وبعد اليوم ال21 تدعي لي ان شاء الله خلص ترجع على الحياه الصحيه.
ان شاء الله يا رب. يعني باشمهندس انا بدي اشكرك، شكرا على وجودك معنا، بدي ارجع احكي لك صباح الخير. ان شاء الله يا رب الناس تقدر تسيطر، ان شاء الله نقدر نرجع نسيطر على الامور وتكون الامور 100%. ان شاء الله لنا لقاءات قادمه معك عبر برنامجنا، انبسطنا كثير بوجودك معنا وبدنا نشكر وجودك معنا. شكرا باشمهندس. سلامات اسامه، الله يسعدك، اهلا وسهلا.